احنا في حاله حوار وطني دعا ليها السيد الرئيس، وان الحوار مفتوح للجميع مش مقتصر على نخبه او شريحه معينه. احنا انتشرنا النهارده مع كل فئات المجتمع عشان نسمع منهم مقترحاتهم وارائهم. ومجلس امناء الحوار الوطني فتح الباب لكل فئات الشعب ان هي تعبر عن ارائها ومقترحاتها. كان امر مهم جدا ان احنا نبقى موجودين النهارده وبنسمع المقترحات النهارده، وازاي شفنا التنوع اللي موجود والاثراء اللي حصل في النقاش بكل المقترحات بمختلف التوجهات. النهارده احنا موجودين في المنوفيه بنتكلم عن الحوار الوطني، بنحاول نوصل بيه للقاعده الشعبيه من المواطنين، بنحاول نسمع منهم استفساراتهم. احنا النهارده جايين عشان نستمع لكل الاراء اللي من المواطنين في كافه القضايا بمساحه مفتوحه، باراء مفتوحه. احنا دورنا ان احنا ننقل كل الاراء اللي هنشوفها النهارده ولا نسمعها النهارده ولا نتناقش فيها لمجلس امناء الحوار الوطني عشان يتم التفاعل معها. بنحاول ان احنا نتواصل مع كل طوائف المجتمع للوصول لافضل صيغه ممكنه من توصيات ترفع الى الحوار الوطني للاستماع إلى الجماهير في الأرض.